من 8 سنين أبي أتحرك إلى دائرة ثانية أو إدارة ثانية، لكن خايفة أخطو هذه الخطوة، عندي خوف. لازم يكون أساس الخوف في سبب، إما أنك أنت قبل تحركتي من مكان لمكان وكانت كانت خبرة سيئة جدا وتفشلتي، أو لا سمح الله، الله يحفظك يا ربي، أو أن أنت أصلا من النوع اللي يخاف من التغيير. هذا طبيعي، التغيير عدو الإنسان، لذلك يجب إحنا عشان نتطور يجب أن نتحدى التغيير ونتحدى أنفسنا، هذا هو الذكاء العاطفي. يا إما أنت عندك تعلق بشيء معين في الوظيفة اللي أنت فيها، ممكن عندك خجل، والخجل غير الحياء، الحياء الله حي كريم، الخجل مذموم والحياء ممدوح. في عدم ثقة بالنفس، احتمال، أنا أعطيك الاحتمالات، عدم ثقة بالنفس من ظروف معينة حبطتك وثبطتك، فما تبين تجربين تخطين تجربة جديدة لأن ما عندك ثقة بنفسك، والحمد لله تعودت على هالمكان وخلاص. ففي كثير من الأسباب، فلازم انت تعرفين السبب. اول ما تعرفين السبب بطل العجب، بطل العجب بترمين تحلينه، بالعكس استخيري وفيها الخير. بس قبل عشان تخطين هالخطوة لازم تعرفين ما بداخلك، والله يحفظك.